طب هو انا المفروض اذاكر مواد تالتة من دلوقتي؟ ازاي بالظبط. اجهز نفسي لتالتة ثانوي؟ وفكرة برضو ناس تقول لي ما تبداش دلوقتي، ابدأ بعدين، ابدأ امتى؟ طبعا انت ابدأ دلوقتي عادي. انا عايز اقول لك ان الثانوية العامة دي تمرين للكليات، لو انت واحد حلمك كبير ان شاء الله ربنا كرمك بكلية كلية انت بتتمناها، طب، هندسة، بيطري، اي كلية انت تتمناها، الكليات دي انت ما بتفرحش فيها، الكليات دي انت بتزهق، يعني انت لو واحد شخصية بتزهق يبقى انت مش هتعرف تذاكر في الكليات دي، فانت بتتمرن على التعب من دلوقتي. الثانوية العامة دي تمرين على التعب، حاول على قد ما تقدر تحتك بالمشاكل دي بدري، لو انت شخصية بتزهق فانت بتغير من الشخصية دي. انا واحد مثلا بزهق فانا بغير من نفسي من خلال ان انا بذاكر كتير، عامل لنفسي سيستم معين، السيستم ده انا ما بخرجش عنه، ولو حصلت لي اي مشاكل بعالجها عشان افضل مكمل على السيستم ده. ففكره انك تبدا بدري او تبدا متاخر، لا، موضوع ساذج وسؤال ساذج. ابدا بدري، اشتغل من دلوقتي، اسس نفسك وابدا في المواد من دلوقتي. حاول على قد ما تقدر طموحك يبقى كبير، ان انا بفكر في اوائل الجمهوريه، مش بفكر ان انا مثلا اجيب 90، اجيب 80، اجيب 70. ان انت ايا كان طموحك، انت لو فكرت في الحاجه القليله بتجيب اقل منها، انت لو فكرت في ال 90 هتلاقي نفسك جبت 80، لو فكرت في ال 80 هتلاقي نفسك جبت 70. مجهودك بيشتغل على الاساس ده، انت جوه نفسك قايل ان انا عايز اجيب دي، فعقلك بيشتغل على الكلام ده، مجهودك كله بيتحرك للمجموع اللي انت قلته ده. انت 90% يبقى انت مجهودك هيبقى 90% من مجهودك الكلي، انت بتقول 80% مجهودك كله هيبقى 80%. هي دي الفكره اللي انا عايز اوصلها. فحاول على قد ما تقدر طموحك يبقى كبير. مواد اولى وثانيه ثانوي مش معتمده على ثالثه، ممكن تكون بس اللغات، وانت تقدر تعالج اللغات دي من دلوقتي. بالنسبه للانجليش، حاول تاسس نفسك في الانجليش، ذاكر كلمات كتير، وانا بتكلم هنا مش في منهج، انا بتكلم في الانجليش نفسه. حاول على قد ما تقدر تسمع بودكاست كتير، في بيجينر، في حاجات كتير، في مستويات كتير، انت ايا كان مستواك ممكن تعلم من نفسك. بس هو الفكره كلها بتبقى استمراريه، انك بتكمل مع نفسك، في حاجه واقعه منك بتزودها. انا وصلت لمرحله كنت بتكلم مع الاجانب عادي، وبصور معاهم فيديوز عادي، في ابلكيشنز كتير ممكن تعمل عليها كده. الموضوع بدا معايا بودكاست، انا اصلا الاكسنت بتاعتي مش احسن حاجه، حاولت احسن من نفسها وما وصلتش برضو لاحسن حاجه، حاولت احسن من نفسي، اعلي من نفسي، اقرا كتير، اسمع كتير، والسمع دي برضو حاجه مهمه جدا. فانت حاول على قد ما تقدر تترجم كتير، تقرا كتير، تسمع كتير، ولو في مدرس عامل، انا برضو في مدرسين ساعدوني بس مش اونلاين، فممكن انا اقولهم ويبقى انت مش عارفهم. فحاول على قد ما تقدر لو في مدرسين بيعملوا تاسيس صح تاخد معاهم، والتاسيس ده مش معتمد على الشهرين اللي قبل ما المدرسين يبداوا دروس، او المدرس مثلا بياسسك شهرين لتالتة، لا، هو التاسيس ده انت بتاسس نفسك في اللغه، انت تبقى عايز تبقى كويس في اللغه، فالتاسيس ده مستمر معاك لحد اخر السنه، ولحد كمان ممكن بعد السنه عادي. وبالنسبه للعربي طبعا ناس كتير جدا مش عارفه الفرق ما بين التشبيه والاستعاره والكنايه والكلام ده كله، يعني في ناس كتير بعيد عن الموضوع ده. برضه حاول تشوف مدرس ياسسك في النحو، يفهمك الجمله الاسميه يعني ايه، الجمله الفعليه يعني ايه، الحاجات دي بتساعدك بعد كده على مدار السنه. انا فاهم فمش محتاج ان انا احفظ، حتى لما باجي اراجع الموضوع بيبقى سهل عليا، لان انا بفتكر اللي انا كنت فاهمه اصلا، مش ان انا حافظه، لان الحفظ ده بيتنسي وبتبقى صعب تفتكره، بتعيد ان انت ايه بتحاول تقعد تحفظه من اول وجديد، الموضوع بيبقى صعب. كنت حاطط لنفسي اساسيات، يعني مثلا اول اساس بالنسبه لي ان انا ما اخدش مع مدرسين مشهورين، يعني مش ان هو مجرد ان هم مدرسين مشهورين بس، اللي هو لا، يعني انا اخد مع المدرس اللي انا بفهم معاه، دي اول جزئيه كده، اخد مع مدرس بفهم معاه، لو في حاجه انا حاسس ان انا مش فاهمها منه او المدرس ده مش هيقدر يوصلها لي اغيره واروح لمدرس تاني. فدي دي دي, دي مبدا. فحاول على قد ما تقدر ما تتاثرش باللي حواليك، ما تتاثرش بزمايلك، ما تتاثرش بكلام اللي حواليك، ما تتاثرش بشهره المدرسين، خد مع المدرس اللي بتفهم منه. الحاجه التانية، وهي ان انا كنت مهتم بشكل كبير جدا ان انا ما اضيعش حاجه من عليا، يعني الحاجه بتتشرح لي افهمها كويس واذاكرها كويس عشان ما اقعش فيها بعد كده. حتى برضو بنشوف ناس كتير جدا تقعد تهزر، تقول لك انا بدات مش عارف من ايه، بدات من ايه، ما هو الفيديوز او الهزار ده طلع من فكره ان في ناس وصلت للوقت ده ومش عارفه تذاكر، في حاجه كتير جدا فاتتها، ان هو مثلا تهاون، قال لك لا انا ممكن اذاكرها بعدين، انا ممكن اذاكرها اونلاين، انا ممكن اذاكرها كده. ودي هتخلينا نتكلم في الجزئيه الثالثه، وهي الاونلاين والسنتر. انا واحد من الناس معترف مع نفسي، انا ما اعرفش اذاكر اونلاين. بالنسبه للثانويه عامه، واحد انا مش منظم بس انا مش عارف اتعامل اونلاين، لا، انا عايز سنتر، مدرس يراجع معايا، مدرس يفهمني كويس، اتابع معاه ومين للسنتر، وحتى ما يبقاش عندي فكره ان انا عندي اوبشن زياده، ان انا ايه ممكن اتجاهل الدرس ده او ان انا اطنشه وبعد كده اذاكره بعدين. دي بتخلي، يعني الناس كتير جدا بيحصل معاها الموضوع ده. فحاول على قد ما تقدر تبقى صريح مع نفسك، وتعرف تعمل لنفسك اساسيات، انا والله انا مثلا واحد كذا، اتنين كذا، تلاته كذا، وتحاول ترتب الافكار اللي انت عايز تمشي بيها على مدار السنه. اخر جزئيه وحاول تعملها بشكل كبير جدا هتساعدك، يعني ان انت تكتب الحاجات، الاهداف اللي جواك، يعني تكتبها عشان، ودلوقتي خليني اقول لك ان الاهداف دلوقتي جواك يعني واضحه ظاهره، عكس ما تبقى في وسط السنه وتبقى مثلا لو انت لا قدر الله حسيت بزهق او حاجه، او ان انت عايز تاخد باور كده من الفيديوز، او تاخد باور حماس كده زياده شويه، تاخده من الحاجات انت كنت كاتبها، ودي بيديك باور اكبر، ان دي كانت افكارك، طب انا كنت بفكر في وقتها كذا، المفروض اعمل ايه.
الافكار دي صدقني اكتبها من دلوقتي وسجلها، عشان لو حصل لحظه وانت وقعت فيها تبص للحاجات دي وتتحمس تاني باذن الله، ومبقاش في اي لحظه تقع فيها، لان الموضوع باذن الله انت هتحس باستمتاع لو انت خدته ان هو حاجه ممتعه، وان هي رحله هتبداها وباذن الله تنهيها بالكليه اللي انت بتتمناها، والموضوع كله سهل. وان شاء الله لو حد عنده اي مشاكل هنتكلم فيها على مدار السنه، حد عنده اي مشكله يسيبها وان شاء الله انا هرد عليه. ما تنساش تعمل فولو، ما تنساش تعمل سبسكرايب وانت بتسمعني على اليوتيوب، وهي بس كده.